الدكتوراه في القانون العام في جامعة القدس التي تطل علينا بين الفينة والأخرى ولا تحرمنا بصراحة من استمرارية سعيها لخلق نقلة نوعية في البرامج المطروحة لديها في الجامعة. مع رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور عماد. يسعد صباحك ذكي وللمستمعين جميعا. أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم، ونقدر دائما ونثمن الجهود التي تبذل من قبل الجامعات الفلسطينية، وأخص بالذكر هنا جامعة القدس في سعيها المتواصل لطرح كل جديد وكل ما هو يتزامن والفائدة المحققة والمرجوة مع السوق الفلسطيني والتخصصات في السوق الفلسطيني، ومنها أول تخصص أو الأول من نوعه في فلسطين، برنامج الدكتوراه في القانون العام. ماذا نعني بهذا البرنامج دكتور، وأهمية وجوده في الجامعات الفلسطينية؟ يعني حقيقة نحن في فلسطين بحاجة ماسة لعمل أبحاث متقدمة في موضوع القانون، لأنه كما يعلم الجميع أن القانون الفلسطيني قانون من مختلف المنابت والمشارب من الدول المختلفة عبر السنين، وبالتالي واقع الفلسطيني واقع قانونيا معقد. لذلك يعني سعينا أن نحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام من أجل زيادة البحث العلمي ورفع الوعي في موضوع القانون وتفعيل دور القضاء الفلسطيني و القانون الفلسطيني وتحديثه من خلال الأبحاث التي تعنى بتعريف المشكلات القانونية بشكل عام في فلسطين، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها، وكذلك رفع الكفاءة الواقع القانوني من خلال منح شهادات متقدمة في القانون. أعتقد نحن حقيقة يعني بأمس الحاجة في مجتمعنا لهكذا تخصصات، وخاصة بما يتعلق في الواقع تبعنا، بحاجة إلى أن يكون هناك بيئة بحثية متميزة في مجال القانون العام. لذلك ارتئينا تقديم هذا البرنامج وأخذنا الاعتماد كجامعة قدس، ويعني لدينا كادر متميز حقيقة يقود هذا البرنامج، وبالتالي يعني أنا بعتقد سيكون رافد للمجتمع الفلسطيني وللقضاء وللواقع القضائي والقانوني بكادر متميز له علاقة بأبحاث خاصة بالواقع تبعنا، وهذا اللي سيميزنا أنه سيكون هناك مجال بحثي متميز في هذا المجال. نعم، ويعني بالتأكيد أيضا دائما وأبدا نسعى لأن نحقق الاستقلالية في مثل هذا المجال. يعني نتحدث عن شروط القبول للذين يودون الانخراط والالتزام والالتحاق بمثل هذه البرامج دكتور عماد. يعني حقيقة يجب أن يكون الطالب المتقدم لهذا البرنامج حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون، وبالتالي إذا حصل على هذين الشرطين يستطيع بالتالي التقدم لهذا الامتحان. وطبعا يعني ستكون هناك مقابلات، لن يكون هناك اعتماد فقط على العلامة، سيكون هناك مقابلة مع الطالب عند اختياره أو الطلبة المتقدمين، من أجل يعني على الأقل ضمان اختيار نخبة من الطالب، وهذا كل عام سيكون بهذا العنوان. نعم نعم، وبالتأكيد نأمل إن شاء الله أن تكون يعني المشاركة والإقبال على مثل هذه التخصصات على قدم وساق، ونحو الارتقاء بالعملية القانونية والقضائية وتطبيق القانون، وهذا ما نسعى لأيضا الانفراد بالتخصصات النوعية على مستوى الجامعات الفلسطينية، وأن نخلق فرقا حتى في ظل تمثيل فلسطين في مختلف المحافل وفي مختلف الأماكن.
الأماكن دكتور عماد، وبخصوص ربما فيما يتعلق والحديث عن هذا البرنامج ما بعد شروط القبول أو الالتحاق في هذا البرنامج، بالإمكان بالتأكيد مراسلتكم للاستعلام والاستيضاح أي تفاصيل تتعلق بهذا البرنامج، أليس كذلك؟ طبعا يعني احنا في هذا الموضوع لدينا صفحة في جامعة القدس، ممكن يعني من خلال يعني بعد حاد الموضوع التعليم الإلكتروني وتطوير المنصات الإلكترونية، يعني ليس على الطالب أن يزعج نفسه أن يحضر، وإنما المراسلات والتواصل يكون عن بعد عبر الأونلاين إلى حين أن تأتي المقابلة ويتم الاختيار. وبالتالي يعني أعتقد الجامعات بشكل عام يعني طورت الموضوع المنصات الإلكترونية للتواصل ورفع كفاءة الخدمة بالشكل الأمثل الآن، حيث أنه التسجيل بشكل عام يكون عبر المنصات الإلكترونية، إلى حين لأنه هذه تخصص متميز بحاجة إلى مقابلة شخصية، عندما تحين موعد المقابلة فقط يتم الطلب من الشخص الحضور لعمل هذه المقابلة. وبالتالي يعني نحاول قدر المستطاع أنه يكون هناك التسهيل المطلوب ورفع كفاءة الخدمة بالشكل الأمثل، وهذا يعني إن شاء الله يعني سيحقق الواقع هذا اللي بيصير في جامعة القدس على مستوى خلق البيئة البحثية المتميزة للارتقاء بفلسطين عاليا كما تفضلتي، للمشاركة على مستوى العالم فيما يتعلق في هذا الملف تحديدا، وأن يكون لنا إنتاج معرفي خاص فيما يتعلق في الواقع القانوني والقضائي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال هذه التخصصات على هذا المستوى من أجل أن نرتقي بواقع التعليم العالي الفلسطيني بشكل نعم. وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق ومزيدا من العطاء. أشكرك جزيل الشكر رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة واللمحة التعريفية حول برنامج الدكتوراه في القانون العام المطروح في جامعة القدس. إذا نواصل مع حضراتكم والمزيد من المشاهدة.